انا مش فاهمه انت عاوز ايه بالظبط. انت قلبت نافوخي ومش فاهمه الكلام اللي انت بتقوله ده كله، وخفت منك اكتر كمان. تبقى عبيطه لو تخافي من اللي يحبك. يحبني؟ شعرفني انك بتحبني. ما يمكن انت بتقول كل الكلام ده عشان تاكل نافوخي. انا هقول لك على كل حاجه من الاخر علشان تبقي معايا خطوه خطوه. قول. اوعى تفتكري يا نعيمه ان قلبي ما فيهوش مكان للحب، او اني ما بدورش على حد اترمي في حضنه علشان يعني ببان انه قوي، يبقى ما ينفعش احب او ما اقدرش احب. بس انت قتلت بدري. عشانك وعلشان يستاهل. افهميني بقى كويس يا نعيمه، انا خرجت من البلد وانا عمري 12 سنه. أبويا كان بيشتغل في أكبر كازينو للقمار في إيطاليا. العيشة معاه كانت صعبة، والعلاقة بينا كانت سيئة جدا. هربت منه، رحت اشتغلت في المينا. كنت عايز أبقى مختلف، كنت رافض كل اللي بيعمله. بس للأسف بقى، لما بتتعاملي مع الناس وبالذات نوع معين من الناس، بيحسسك ان الدنيا محتاجة اللي يكسرها، وساعتها تحس ان سندك الوحيد في الحياة هو المال والسلاح. انا نعيمة بشتغل مدير كبير مهم زي ما انتوا بتقولوا، وشغلتي لها اسس وقواعد ونظام، وانا ماشي عليها مظبوط علشان بحافظ على مكانتي، علشان لو وقعت محدش هيسمى عليا زي ما بيقولوا. بس انت خطفتني من بدري. خطفتك من بدري لان بدري ما يستاهلكيش. نعيمه كتير قوي على ان بدري يبقى جزء من حياتها. بقولك ايه، خليكي معايا، عيشي معايا وانسي، انسي بكره واللي جاي، خلينا نعيش اللحظه اللي احنا فيها. اطلبي اللي انت عايزاه. لا، اؤمريني كمان يا نعيمه وانا هنفذ. على فكره انا كان ممكن اقول عليكي كدابه لما رحت لشهد عشان تتفق عليا، بس انا كنت عارف ومتاكد انك هتيجي وتقوليلي. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان هنا حس بيكي، وهنا حس انه محتاج لك. يا نعيمه، احنا الاتنين محتاجين لبعض، واكتر حاجه متاكد منها ان عصام بيحب نعيمه. ست هانم قالت لي اجيب لك القهوة. أخبار فتحي يا مفيدة؟ قطعه وقطعة أخباره. إيه، زعلانة؟ أزعل ولا أفرح؟ فارجة يعني؟ بس أنت حلويتي أوي بعد ما اتطلقتي. طول عمري حلوة وزي القمر، بس اللي يشوف. ابنك عامل إيه؟ يسكتي ليه؟ هقول إيه؟ يا باشا أنا بالنسبة لعبد الحكيم الصغير خلاص مت. أنا عارفة العيلة دي هتعمل إيه وتقول له إيه. دول مش بعيد يعملوا جبر ويكتبوا عليه اسمي. يا ساتر، هو في ناس بالقسوة دي؟ أنا ما شفتش كده في حياتي. أكتر والله، أنت ما تعرفهمش. طب هاتيلي الدوسيه ده. اتفضل. لو حبيت أكلملك حسن أكلمهولك. ما تشغلش بالك، كفاية إنك جبلتني في بيتك، أخدمك بعيني. روحي. ايه الاخبار يا روحي؟ انا ايه اخبار الشغل؟ على طول كده كلام في الشغل، مش قادره تصبري شويه ولا ايه؟ احنا مخلص الشغل عشان نفضل بعض. كله تمام يا ريم. كله تمام وبس؟ انت عارفني انا بحب التفاصيل. يعني الناس اللي انت كلمتيهم بره ما قالولكيش التفاصيل اللي انت عايزاها؟ لا ما قالوش. اخص على كده. انت زعلان مني؟
وازعل من ايه؟ على فكره انا كلمتهم مش كنت بدور وراك خالص، انا بس كنت عايزه اطمن عليك. يا حبيبتي كنت ممكن تكلميني انا وانا اقول لك على كل التفاصيل اللي انت عايزاها. اتكلمت كتير قوي وانت ما ردتش عليا، اضطريت اكلمهم عشان بس اطمن، واعتقد ده حقي، حاجه ما تزعلش يعني. على العموم احنا في الامان. احنا مين بقى؟ انا وانت. حلو برضه. على العموم انا عايز اخدك ونروح نزور مروان. اه والله عندك حق، نوايا لازم نروح نطمن عليه، بس انا زعلانه قوي. زعلانه من ايه؟ عشان الرصاصه كان لازم تموته. امال انا دفعت الفلوس دي كلها ليه؟ ست ناديه؟ واه انت يا بنت بتعمل ايه هنا؟ كل ما اروح بيت الجاك في وشي، عامله زي فرجعلوز الله يحرجك. ناديه أهلا. ريم الحقيني يا ريم، انا خلاص ما عادليش حته تلمني، انا وقعت وانت تلجتيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على السلامه. ما قلتيش يعني يا ريم ان عادل رجع؟ رجع امبارح. انت على طول في بالي. اه والله والد الغال الله يرحم. انت ايه اللي جابك يا ناديه؟ ايه اللي جابني؟ ده سؤال؟ انت ما تعرفش ان انا صاحبه بيت ولا ايه؟ انا كنت مرت محرم الله يرحم، والست المحترمه ما هتسيبش بيت جوزها حتى لو مات، ولا ايه يا ريم؟ بذمتك انت ليكي عين تيجي هنا بعد الكلام الفارغ اللي انت قلتيه؟ ايه الكلام اللي انا قلته ده؟ اه عشان قلت يعني ان انت اللي قتلتي مهدي؟ طب ما هو عادل عارف ان انا كدابه. اه كدابه، انا بس يعني كنت شايله منك عشان اللي عملتيه معاي. بس يلا المسامح كريم. الصراحه ريم مستحيل مستحيل تعمل حاجه زي دي، غش بس انا اللي الشيطان وزني وقال لي يا بنتي يا ناديه زيحي ريم من اللعبه دي خالص وخليك انت الكل في الكل، ففكرت يعني اقول اي حاجه كده يمكن تجيب نتيجه. برضو انا مش فاهمه انت جايه هنا تهببي ايه؟ عايزه ايه؟ شوفي لولا لساني البني ادم كانت الدنيا بقت جنه. انت بنت جايه ليه؟ انت مش هتقعدي في البيت ده؟ ما هو مش بخاطرك يا نن عين ناديه، انا هنه في بيت جوزي محرم يعني قاعده. ريم سيبي ناديه قاعده معانا، ده حقها. لا اجيب لها بيت تاني ممكن، لكن تقعد معايا في نفس البيت لا. بيت تاني ده تجيبيه ليك انت، لكن انا قاعده هنا في بيت جوزي محرم، ده ريحته فيه. الله يرحمك يا محرم، كل ما بفتكره قلبي بيتقطع. اه والله الله يرحمك يا حبيبي. تعرف كان بيقعد في المكتب ده؟ الله يرحمه ويحسن اليه، ألف رحمة ونور.